جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. وركلة البداية. كرة طويلة للأمام، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. كورت زوما يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. ويستمر في انطلاقته في يلعبها ببراعة. لم تسبب أي قلق للحارس. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. تسديدة رائعة لكنها أيضا تذهب إلى الحارس. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تلعب الكرة إلى الأمام. الآن إمكانية المرتدة. يستعيد الكرة بسرعة. عدت الكرة. ويلوك يلعب كرة بينية. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. يلعبها لمنطقة الخطر. كرة طولية إلى الأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ويلوك. مرت الكرة بشكل جميل. يقطع الكرة. صافرة نهاية الشوط الأول. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. يفقد توازنه. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. كرة طولية إلى الأمام. يقطع الكرة. ويلوك. تحرك سريع إلى الأمام. تمريرة طولية إلى الأمام. يسيطر. فرصة للتسديد. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى.
سيطرة غير عادية على الكرة، كنترول جميل، استقبال جميل، وبعد ذلك يبحث عن فرصة من أجل التسديد. يحاول تمريرها من بين المدافعين، الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تسديدة من أول لمسة، الكرة في الشباك، هدف، وأخيرا ينجح في الوصول إلى الهدف، الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص، كرة في منتهى الروعة. تغييرات عديدة الآن، والآن تتغير النتيجة.